احنا انا فعلا شفت الفيديو، وكنت عايز اسال حضرتك بقى، هو ينفع اي شخص يشوف رؤيه لشخص تاني ويكون رؤيه؟ ايوه ينفع، ايوه ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحه يراها الرجل الصالح او ترى له الشاهد او ترى له. يعني مش شرط ان انا اشوف الرؤيا، ممكن حضرتك تشوفي لي رؤيا ان في كذا وكذا فتدل على اشياء، يعني تحذيرات او مبشرات او اشياء في الحياه. تمام. طب ممكن حضرتك بقى تحكي لنا الرؤية وازاي فسرتها؟ طيب تمام. هي كانت قالت بلفظها يعني ان هي شافت المطربه شيرين كانها عمياء، تمام. وبعدين كانت قريبة من البحر وكان معها زوجها، ثم نزلت البحر وسقطت إلى القاع. هو ده، هي دي الرؤية، دي تمام الرؤية اللي قالتها تمام اللي هي طبعا الفانز اللي عند حضرتك. تمام. برضه حضرتك سمعت في الفيديو ان حضرتك بتنصحها نصيحة في الرؤية الفنانة شيرين. طيب قبل ما نقول احنا كنا بننصحها ازاي وتسمع النصيحة ولا لا، وايه اللي ممكن تستفيده، تمام. احنا ممكن لازم نفهم علشان الناس ما تعرفش او ما تقولش ان احنا بنرجم بالغيب ولا حاجة. تمام. ازاي فسرنا الرؤية دي؟ لما هي قالت ان هي شافت ان الاستاذة شيرين عمياء، العمى ده بيدل على ايه؟ هي شافت طبعا عندنا رموز في الرؤية، والرؤية هنقول برضو الرؤية بتتفسر ازاي. تمام. شافت المطربة شيرين أو الأستاذة شيرين عمياء، وبعدين شافت معاها زوجها وقريبا من البحر، وسقط نزلت البحر فسقطت إلى القاع. فعندنا شوية رموز، أهم رمز اللي هو رمز العمى. تمام. رمز العمى ده بيدل على الطريق. بس إيه يعني رمز العمى؟ يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. فالعمى يدل على البعد عن الله سبحانه وتعالى، ويدل ايضا ان الانسان مغيب مش عارف الحقيقه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فعميت عليهم الانباء. يعني الانباء هم مش عارفين الانباء، فمعنى ان في حاجات، في حقائق غايب عنه. والعمى برضه بيدل على النسيان الايات والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. في سوره طه يقول ربنا سبحانه وتعالى: قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال قد اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبيدل على البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، بيدل ان هي مش شايفه الحقيقه، بيدل ان هي مغيبه. تمام. وبعدين معاها زوجها، فهنا دلاله ان الامر كله مرتبط بالزوج. نزلت معاها البحر فسقطت في القاع. البحر بيدل على الحياه، فحسن البحر لما يكون اللون السماوي والامواج بتاعته كويسه، وهذه معناه ان الامور مستقره والدنيا تمام. طب في امواج والامواج عاليه جدا، معناه ان في اضطرابات في الحياه. طيب حد بيعوم كويس، معناه ان بيعرف يدير حياته بشكل ممتاز وشكل كويس. طب حد سقط للقاع، معناها انقلاب وانحدار ونزول ومشاكل في حياته، وكمان اللي كان بيأمله مش هيلاقيه. يعني هو كانت بتؤمل مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، كل اللي كانت بتؤمله هي نازله البحر ما لقيتوش، نزلت إلى القاع. تقريبا هو ده اللي حصل. تمام. هل في حاجة إيه؟ محمد هي لو كانت عملتها أو تجنبتها كانت ممكن ما يحصلش اللي حصل ده؟ علشان بقى نجاوب على السؤال ده، فلازم نعرف حاجة مهمة جدا، الحاجة دي حصرية من العبد لله يعني. تمام. الحاجة المهمة دي إن مش كل الرؤى زي بعض. في رؤى إحنا بنقول عليها رؤى قدرية، وفي رؤى تانية بنقول عليها رؤى معلقة أو رؤى متعلقة بالطريق. يعني إيه رؤى قدرية ورؤى كله طبعا من قدر ربنا سبحانه وتعالى، بس إحنا بنقسمها للقسمين دول. فمثلا يعني لو واحد جاء قال لي أنا شفت في المنام إن أنا ماشي في الطريق الفلاني، وبعدين قابلني أسد والأسد ده أذاني، وبعدين مشيت كملت في الطريق، وبعدين وقعت في حفرة معينة، وبعدين طلعت من الحفرة فقابلني تعبان، تجاوزت التعبان، وبعدين أنا مشيت وركبت باص وعديت الطريق ومش عارف إيه، وبعدين نزلت. الرؤية دي رؤية معلقة بالطريق. ففي حاجات موجودة في حاجات في حياته، وفي استراتيجية هو ماشي بيها في حياته. طول ما هو ماشي على الاستراتيجية دي هيشوف العدو اللي هو الأسد، وهيقع في مشكلة اللي هي الفحرة، وبعدين هنشوف عدو أكبر اللي هو التعبان، وبعد كده هيكون في انتقال في حياته. طيب لو غير الاستراتيجية مش هيشوف الكلام ده. نفس الموضوع عند الأستاذة شيرين، الموضوع كان معلق بالعمى،
فلو كانت فاقت وصحت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي ما كانتش هتشوف كده، ولا كانت هتنزل للقاع ابدا. فدي رؤيه في رؤية